نادينا، نحن الآن نتحدث عن معلومات عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. قبل قليل أفيد عن سماع الصوت ليتبين أنه هناك استهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحديدا منطقة بئر العبد. ليس هناك يعني معلومات عن طبيعة هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة. هذا الاستهداف أقرب للاستهدافات السابقة عندما لم يكن هناك صوت قوي يعني سمع قبل حصوله، وبالتالي كان هناك الكثير من اللغط حول هذا الاستهداف وطبيعة هذا الاستهداف. طبعا كان هناك يعني فورا بيان للجيش الإسرائيلي تحدث فيها عن عملية ينفذها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي يبدو أن هناك هذه الغارة. نحن يعني نتأكد أكثر من المعطيات حول طبيعة هذا الاستهداف، تصل صور قليلة غير واضحة، لكن يعني الكثيرون يقولون أنهم من سكان الضاحية لم يسمعوا أي شيء، لم يسمعوا أي ضربة، لم يسمعوا أي صوت، وبالتالي ليس واضح فعليا حقيقة ما حصل حتى هذه اللحظة. طبعا يعني عدا عن هذا الاستهداف في هذا الوقت الذي سنتأكد منه بعد قليل، الغارات لم تتوقف على جنوب لبنان، غارات عنيفة جدا مستمرة أيضا على منطقة البقاع، الغارات مستمرة وهي أيضا عنيفة جدا. يبدو واضح هذا التصعيد الإسرائيلي مستمر حتى هذه اللحظة. أيضا حركة النزوح ترتفع بشكل ملحوظ تحديدا من مناطق في الجنوب اللبناني، وأيضا كان حتى قبل هذه الضربة البعض يتحدث عن يعني الخروج من الضاحية الجنوبية تحسبا للأيام القادمة، لكن يبدو أن هناك هذا الاستهداف الذي حصل قبل قليل. طبعا كان هناك يعني مؤتمر صحفي لوزير الصحة تحدث فيه عن ارتفاع أرقام الضحايا اليوم في الغارات الإسرائيلية ليصل إلى 274 شخص وأكثر من 1000 جريح، هي الرقم الأعلى بحسب وزير الصحة منذ انتهاء الحرب الأهلية. نتحدث عن يوم واحد من الغارات فقط وهذا العدد الكبير، علما أن بعض القرى والبلدات تناشد سيارات الإسعاف للوصول إليها وتناشد بوصول فرق تنتشل الدمار بسبب يعني ترفع الدمار عفوا بسبب وجود دمار كبير في هذه القرى والبلدات. يعني حتى اللحظة لا نعلم ما طبيعة هذا أو هذه الغارة التي استهدفت منطقة الضاحية في العاصمة بيروت. بالتأكيد رح نتابع معك أي تفاصيل تتعلق بهذه المسألة. عمليات رفع الأنقاض تستمر بالتأكيد في عدد من المناطق في لبنان. هل حصيلة الضحايا الأخيرة أيضا التي أعلن عنها وزير الصحة هي الحصيلة الأخيرة؟ يعني طبعا كما كنت أشير إلى أنه يمكن أن يكون هناك حصيلة أعلى على اعتبار أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي يعني يمكن أن يكون هناك ارتفاع يعني لأعداد الضحايا اليوم. يعني بدأت المعلومات تتحدث عن اغتيال شخصية من حزب الله في الضاحية الجنوبية وهو علي كركي، هذه هو أحد المسؤولين العسكريين، هذه المعلومات حتى اللحظة، في الحزب. صحيح صحيح، والذي حكي لأنه تم اغتياله بعد اغتيال مجموعة من قيادات صحيح نعم نعم دينا، يبدو يعني نحن نحاول التأكد أكثر من هذه المعطيات، لكن هذه المعلومات المتداولة الآن في بيروت. إذن نذكر فقط يمكن مها بأنه قبل يومين كانت قد نشرت إسرائيل صورة تعرض بعض القيادات التابعة للحزب والقيادات النخبة كما تسمى في قوة الرضوان والقيادات العسكرية، أحدها كان علي كركي. هذه الصور الآن يبدو بأنها مباشرة تردنا مباشرة من العاصمة بيروت. قبل قليل يبدو هي لحظة الاستهداف أو الغارة التي أطلقت من إسرائيل على منطقة الضاحية. حتى الآن لا معلومات مؤكدة حول ما طبيعة هذه الغارة، وإنما صحف إسرائيلية تتحدث بأنه هدف هذا الهجوم هو اغتيال القائد العسكري في حزب الله علي كركي، وهو أحد القيادات النخبة في حزب الله. إذن هذه المشاهد نتابعها مباشرة من العاصمة بيروت من الضاحية الجنوبية بعد الغارة الأخيرة. ما حدا يمر، ممنوع حدا يمر، كله ورا، ما حدا بيمر، ما حدا يمر، ممنوع حدا يمر.
حدا بيمر، ما حدا يمر، ممنوع حدا يمر. أعود إليك مها، هل وردتك أي تفاصيل جديدة؟ يعني طبعا نحن كما نشاهد مع الجميع هذه الفيديوهات التي تصل من الضاحية الجنوبية لبيروت، طبعا يعني الضربة كانت كما ذكرت واضح أنها اغتيال بسبب ربما استعمال صواريخ معينة لا تثير أو لا تؤدي إلى صوت دوي كبير، لكنها تؤدي إلى إصابة الهدف بشكل دقيق، وهذا الأمر هو الذي حصل. علي كراكي كان من الأسماء التي بقيت في حزب الله والتي كان من المفترض أن تتسلم مهام كبيرة خصوصا بعد اغتيال القيادات من الحزب، من فؤاد شكر إلى إبراهيم عقيل الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان واحد من الأسماء التي يحكى أنها من القيادات الكبيرة في حزب الله التي بقيت ولم تطلها إسرائيل. يبدو أن إسرائيل اليوم وصلت إلى علي كراكي، ليس هناك أي بيان بعد من حزب الله بشأن هذا الاستهداف، لكن الأكيد أن هناك استهداف في الضاحية وهذا هو الاسم الذي يتم تداوله، وحتى اللحظة مصيره مجهول بحسب يعني نهار إذا نعم مها سمعتك. النهار صعب جدا في لبنان فعليا دينا، نحن نتحدث منذ السادسة صباحا عن غارات لم تتوقف على الجنوب، عن مقتل أكثر من 274 شخص حتى اللحظة، عن غارات على البقاع، والآن استهداف في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. يعني هو نهار قاسي فعلا، ويبدو أنه لم ينتهي يعني، وبالتالي نحن نتابع كل تفاصيل هذا الذي حصل الآن في الضاحية الجنوبية لبيروت. الاغتيالات يبدو أن إسرائيل مستمرة بها يعني، وهي مفصولة عن عمليات الغارات التي تجريها في داخل لبنان، يعني بالتزامن مع كل ما يجري في الضاحية. صحيح. الغارات مستمرة إن كان في البقاع أو جنوب لبنان. يعني يبدو كما قلت بأنه الاستهدافات لشخصيات معينة والاغتيالات تتوازى مع التصعيد العسكري على الأرض واستهداف مخازن للسلاح ومواقع تابعة للحزب في الجنوب والبقاع. بالتأكيد مها رح نتابع معك أي جديد، حتى اللحظة لا يبدو بأنه في أي تصريحات تؤكد اغتيال علي كراكي القيادي في حزب الله، لكن حتى الآن تنقل بعض وسائل الإعلام بأنه غارة إسرائيلية استهدفت القيادي في حزب الله علي كراكي ومصيره ما زال مجهولا، استهدفته في الضاحية الجنوبية. يا جماعة ما حدا بيمر، هاي تحت البيت، ما حدا يمر، ما تحت البيت عنا يا جماعة، ما حدا بيمر، هاي تحت البيت عنا، ما حدا يمر، ما حدا يمر، كل ورا، هاي تحت البيت عنا، هاي تحت البيت عنا، ما حدا يمر، ممنوع حدا يمر، هاي تحت البيت عنا، هاي تحت البيت عنا يا جماعة، ما حدا يمر، ممنوع حدا يمر، هاي تحت البيت عنا، هاي تحت البيت عنا يا جماعة.